يا اهلا وسهلا بالشباب، رجعناكم حلقة جديدة لعبة ماين كرافت. اليوم نلعب او اليوم تصميم هذا البيت الصغير صممته، يعني تجوك ما عندي جزء اقل من الساعة هيجي تفاصيل وهاي السوالف، فراح اشوفكم اياه من دار ما يدوره هيجي تصميم كلش بسيط، ويا برج مقامة حدادة مزرعة قش يقطين نانا مرفأ، هاي تصميماته هيجي. شو نسوي هسه؟ شكلكم من الداخل على مود تشوفون التفاصيل. اوه صدق ما خلي قلاب فوق، ما خليت قلابات داخل البيت حبيبي والله، نسيت اسوي قلابات. كم انا مبدع الان. هاي سويت سقف ثانوي، اعتقد فكرة حلوة ما تسقف انا تقلب هنا هيك. اوكي كرسي مطبخ فراش باب موت البريج كرافتن تيبل صناديق. شوفكم فوق هسه العفو، هاي المنظر مالته منا بوابات. ايش تصميمه؟ هذا لا اكثر اقل، تصميم بسيط اشوف كم لا اكثر اقل. و شكرا على المشاهدة، لا تنسى اللايك والتعليق، اشترك بالقناة واذا تنشر بعد افضل يعني، ويلا نشوفكم على خير، باي.